بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد شيخ الاسلام السيوطي نور جاري وسر ساري. وممن اقتبس من انواره من الساده العلماء العلامه الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري. المتوفى سنه 1358 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ونفعنا بعلمه. قال تحت عنوان قواعد الشريعات الاسلاميه في هذه الصناعات واعلم كما قاله العلامة السيوطي في كتابه إتمام الدراية لقراء النقاية أن قواعد الشرع أن الوازع الطبيعي يغني عن ال... أن الوازع الطبيعي أو الطبعي يغني عن الوازع الشرعي، مثاله شرب البول حرام وكذلك الخمر، ورتب الحد على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه. أو لنفرة النفوس منه، فوكلت إلى طباعها، والوالد والولد مشتركان في الحق، وبلغ الله في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد. نعم. وكولاً إلى الطبع، لأنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة، هذه القاعدة نطبقها الآن على ما يحتاج له المسلمون فنقول إلى آخر ما قال.